جعان يابا. وانا كمان. انا قولك جعان يابا. انت متابعنا يابا؟ خلي بابا اشتغل. كل يوم كل يوم هو بيغ اللحن ده. اخص عليك يا حسين، ده لحن جميل قوي، ده بابا احسن ملحن في الدنيا. ربنا يخليكم لبعض يا اولاد. من يوم ما سبتيني يا زينة وأنا حالي بيسوق يوم بعد يوم، مش عارف أقدم خطوة، مش عارف أرتاح زيك وأريح ولادي من عجزي. شوفيني بترتاحش إزاي، مش عارف أشتغل، مش قادر أوكل ولادي. أنا بعت لهم في الجرايد، صرخت وقلت لهم الحقوهم، لو ما لحقتهمش هقتلهم. محدش عبرني، وزي ما يكونوا بيقولوا هيقتلهم، ما احنا عايزين نحدد الناس. Thank you.
مش كلام يا زينب، أنا ما بعتهمش حد يبيع ولاده، أنا سترتهم. بتبصي لي كده ليه؟ بتلوميني حتى وأنت بعيد عني؟ بعيد عني. مش هكون بابا يا روحي. كل يا حبيبتي ده حلو قوي. هي تاخد ده يا اخي مش معقول. ايه في ايه مالك؟ مش عاوز اروح دلوقتي. وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه؟ ذنبك انك صاحبي الوحيد من ايام اعدادي. لازم تستحملني. استحملك لحد امتى بس يا حسين؟ لحد ما فوق. انا كاره اروح البيت يا جلال. دونت سي جلال. انا عرفتك وانت جلال وصاحبتك وانت جلال. جو دي جديد عليك قوي من ساعه ما دخلت الجامعه. لا مش جديده، مامي دايما بتدلعني وتقول لي يا جو. ده غير كمان ان كل اصحابي اللي في الجامعه الامريكيه ما بيحبوش اسم جلال ده. وانت بتحب اسم جلال؟ لا، انا بحب اكون زي ما الناس عاوزاني اكون. انا بقى بحب اكون زي ما انا عاوز اكون. طول عمرك جامد كده يا حسين منعزل، لا يهمك الناس ولا بتروح بارتيهات ولا ديسكوهات ولا ديك شلة. يخرب بيتك، حد في الدنيا يقدر يعيش من غير شلة؟ انا انت ايه اللي مزعلك بقى؟ انا زعلان عليك. اهو عندك انا مثلا ما اقدرش اعيش من غير ناس، مستعد اعمل لهم اي حاجه عشان يحبوني، افرفشهم اضحكهم، المهم احبب الناس فيا. واللي عامله في نفسك ده برضه علشان الناس؟ ها دي الموضه يا حسين، اخر صيحه دي قصه ألفيس بريسلي ومايكل جاكسون بقى لعلمك بيتكلم زيي. انا ستار يا حسين، ستار، عايزني اشوف كل الستارز دول وما بقاش زيهم. لا عاوزك زي ما انت جلال جلجل اللي اعرفه من ايام اعدادي. عارف لو كنت معايا في كليه التجاره كنت عرفت ازاي خريج تحب المراتب؟ لو حاولت مليون سنه مش ممكن احبها. مامي ما بتحبش الملاكمه. وليه امك تتدخل في نوع الرياضه اللي هتلعبها؟ يا ابني انا الولد الوحيد وسط ثلاث بنات، مامي بتخاف عليا قوي يا حسين. المهم سيبك دلوقتي من مامي وخلينا في باباك. انتوا لسه متخانقين مع بعض؟ احنا ما بنبطلش خناق مع بعض، دايما ما حسسني بفشل وماما عمرها ما تتدخل بينا. بابا وماما طول النهار بيشتغلوا، ما بلاقيش وقت اتكلم معاهم، حتى لو لقيت وقت ما بيسمعونيش. عرفت بقى ليه مش عاوز اروح؟ هاي
طب لازم اقول لك حاجه، مش معقوله تيجي مره وانا 20 يوم ما اشوفكيش. اصلا انا لما بفضل اجي بتفدي، احنا ما عندناش وقت. مش بتفدي ولا ما بتفديش. اجي انا بس بسرعه، في عندي حاجات اهم. عندك اهم ايه؟ اذا شفتي بعيد عنك حاجات اهم والشغل مهم ليا، الاقي حد تاني ياخد مكانك. اوكي اجي باي. انا مش معقوله. تتعشى الاكل عندك في التلاجة. متشكر، ماليش نفس. وقت التلفزيون. بقول لك وقت التلفزيون ده. بقالي ساعة بقول لك وقت التلفزيون. تنطط فيه. ما عرفتش اشتغل والبتاع ده شغال. ما اشتغلش في البيت. يا سلام. وتعيشوا ازاي؟ ما تتحاججش بينا. احنا عندنا فلوس تكفينا اكتر. حضرتك بتعمل كده عشان نجاحك. حسين عيب، ما تكلمش بابا بالطريقة دي. حجم نجاحي هو حجم فشلك. فشلك فشلك فشلك. من يوم ما عشت عندك وانت بتقولي فشلك. انا حسبت لك اني هنجح في حاجة اكتر منك. في حاجة اختارها انا. مش هيهمني رأيك فيا. خد دول يا عمز. دي فلوسك يا ابني، خليها عشانك. فلوسي هي فلوسك يا عم يوسف، ونمسة تربيتني وعلمتني وعوضتني عن أهلي وحنانهم. ده انت ابني علي، أنا أتمنى أشوفك أحسن واحد في الدنيا. بيرو، احنا عاملين في الجامعه بكره حفله تنكريه، هتيجي؟ شوت ادفع كام؟ مين جاي؟ كل الشله. الاول هات 30 جنيه، واذا عايزه تعزمي حد اتس اوف. خد انا ورولا. يا خبر، يلا يا جماعه احنا اتاخرنا على محاضره مستر وراك. يلا يلا يلا. ما تنسيش تجيبي المحاضره. ها انت حقه بقى يا سيجو، خلي محاضرات تفوت. عبير خد اتفرج على الفيلم ده، هيعجبك قوي. اسمه ايه ده؟
لاس تانجو امبايس بتاع ماون براندو. يا بي يجنن يجنن، مش محذوف منه حنتوفه تنتوفه قد كده. جبتيه من ايه؟ من واحد صاحبي جاي من بايس طازه. لا قوليلي اخبار عيسي ايه؟ دادي ما بشوفوش بقالي اكتر من اسبوع. انا كنت اجنن النهارده لولايا ما كانش هيبقى في حاجه اسمها كرنفال. اول مره اشوف لك اصحاب ادلين. تقصدي مين؟ ده صاحبك اللي كسب الجايزه معايا. ده زي القمر يا بيو، زي القمر. سيبهولي انت وهاتي الدعوه اللي معاكي وانا اللي اتعشى معاه. هي دعوه العشاء امتى؟ زي ما تحبي. وانت مالك انت؟ هو ناوي يروح امتى؟ مش ناوي، اداني هديه. انا اللي هتعشى معاكي يا بيره. اصل انا كمان كنت ناوي ادي لك الدعوه عشان انا مش رايحه وهو ما يبقاش رايح لوحده. ما تنزلوا بقى. يا ابني ارحم نفسك، انت شاب والشباب لازم يفك عن نفسه. اخرج اتفسح سافر شوف الدنيا، عيش زي الناس ما هي عايشه. هتفضل حابس نفسك لحد امتى؟ مش عايز ابقى زي ابويا مستني بكره. بكره غدار، انا عايز اسبق بكره عم يوسف. بلاش التشاؤم ده يا ابني، الدنيا بخير وحلوه. عمر ما شفت يوم حلو. يمكن لو كان اخواته معايا كانت تبقى حلوه، بس للاسف بكره كان غدار عم يوسف. عشان كده ابويا فرط فينا غصب عنه. ابوك استسلم، ابويا ايده وقفت وعشان كده بطل شغل. هو اللي وقفها، ما دورش على حاجه غيرها. صنعتك هي صنعته، انت بتطلع منها قرش. لكن هو عمل ايه؟ استنى استنى لحد القطر ما فات. وعشان كده انا مش عايز القطر يفوتني. بس القطر بيوقف على محطات، ممكن تفوتك محطه ترجع تندم عليها. دادي وحشتني قوي. أنا كويسة خالص الحمد لله. أخبارك إيه؟ عامل إيه في التلج ده؟ إيه؟ روما؟ روما إيه؟ أنت مش في باريس؟ دادي أنت مش جاي بكرة؟ فساتين إيه؟ أنا مش عاوزة فساتين، أنا عاوزك أنت يا دادي. دادي انا محتاجه لك قوي. بقول لك محتاجه لك، مش محتاجه غير العربيه. طب هتيجي امتى؟ لسه دادي عندك شغل تاني في امريكا؟ يعني 6 شهور بقى. مفيش حاجه. خلاص يا دادي مفيش حاجه. انا عاوز اتكلم معاك، عاوزك تيجي يا دادي. خلاص خليك انت في شغلك، ما تشغلش نفسك بيا. طبعا هعيش. مع السلامه بقى. ها يا بيرو، انكل جاي امتى؟ مش جاي، حتى لو جه وهيسافر تاني. طب ما طلبتيش منه الساعه اللي طلبتها رولا ليه؟ ساعه ايه جو؟ 500 ساعه فوق تطلع تاخد اللي هي عايزاه. اصلها اشترت طقم جديد وطلبت الساعه. هنتكلم عن الساعه. ساعه؟ بقولك ايه، انا زهقانة قوي. هنعمل ايه النهارده؟ شوف يا ستي، ناني عامله بارتي يجنن في العزبه، ولوسي عزمانه على الريستورو بتاع مامتها، واسمه ايه ده عامل بارتي جنان يجنن يا بيرو يجنن، وانا برشح ان احنا نروح. مين اسمه ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ صحيح مين اسمه ايه ده يا بيرو؟ انا حسين الطرد انا عشان يلعب كره جمهوريه. حسين جواه حاجه لو قدرت اقفشها هعمل منه بطل. هو ده شرف كبير لي انك تدربه بنفسك. اهو زفت هناك اهو. الكول كده ولو بلتات. معقول؟ لعلمك بقى السورتات ده بيفكرني بايام ثانوي. معقول بقى؟ مفيش فايده في شجوده. تعالي نغطس عليه. يلا. مش مصدقه يا زنجبوره. يا ابني انت مش ناوي تحضر محاضره واحده في مستقبلك قبل ما تموت؟ يا ربي فجاه بقيتوا خايفين على مستقبلي؟ خلصوني، عايزين ايه؟ تقدر تقول لي انت ليه تطلع قليل الذوق وتاخد الجايزه من صاحبك غصب عنك؟ كل ده عشان ست سوزي ونقول انك عزمتها؟
هو اللي ادهاني، ما خدتهاش منه بالعافية. ليه؟ عمره ما تعاش في أماكن نظيفة قبل كده؟ أنت مالك ومالي؟ ده مش زينا، ده معقل. هاي وماله؟ نفككه ونضمه للشلة. هاي كان غير قشطة. تراهن؟ أراهن. طيب هاتوا معاك بكرة في حفلة عيد ميلادي. وإن مرضيش يجي؟ ما تجيش. يلا يا رولا. وانا بقى هخبط حته حطيه لسوزي هخليها توديك ورا الشمس. سوزي ايه؟ رولا. هو مش كان عيد ميلاد الشهر اللي فات؟ انت مالك يا اخي يا حوا؟ انا غايبه غرابه. السلام عليكم. عليكم السلام. الله، ايه اللي حصل في الدنيا؟ اول مره تيجي البيت بدري، ده هياكل معانا كمان. وباين عليك فرحان، فرحنا معاك. الكابتن احمد اختارنا النهارده لبطوله الجمهوريه في الملاكمه. شايف الاخبار اللي تفرح يا دكتور؟ ودي حاجه تفرح يا حسين. ايه؟ ما يفرحكوش ان انا هدخل بطوله الجمهوريه في الملاكمه؟ مروه سيبينا لوحدنا شويه لو سمحتي. حاضر. بالراحه علي يا امين. حسين انسى موضوع الملاكمه ده والتفت لدروسك. ايوه بس انا قررت وهكمل الاخر. قراري انا يلغي قرارك. من يوم ما عشت عندك وانت دايما بتلغيني. من يوم لا. انا قبل كده فوتها لك كتير، لكن المره دي مش ممكن هسمح لك. انا ابوك وغصب عنك ابوك كمان. انا ما بناقش ابوتك ليه؟ انت طبعا ابويا، بس من وجهه نظرك تحبني وانا نايم، تحضني وانا نايم، تبوسني برضو وانا نايم. عمري ما حسيت بيك وانا صاحي. بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا ابني، انت ابني وعمري ما حسيت غير كده ابدا. لكن يعني انا اقول لك. لكن ايه؟ نجاحك نظرك في الدراسه، حسن السر والسلوك، حاجات ملموسه، لكن احساس انا بيهم ايه مش مهم. اوصل لهم ازاي مش مشكلتك، المهم ان انا احقق المظاهر اللي انت بتهتم بيها. مش انا اللي مهتم بيها يا ابني، ده هي دي الحياه، وده اللي انت مش قادر تفهمه. عمرنا ما هنتفق، كل واحد فينا له وجهه نظر في النجاح. بلاش نتناقش علشان ما ضيعش وقتك وتحسسني بالذنب. انت مالك عليك البلد عزيزة ضربة حاجة؟ معلش مش قصدي، انا علي عازف الاكورديون هنا.
وبدور على اخواتي. يعني زميل، انا متاسفه قوي، فهمتك غلط. اوعى تكوني زعلانه. لا كلها ضايق وتعب. طب وبعدين؟ اوه انت رخيل يا حسين، اول ما تنزل من الكوبري خش شمال. حاضر. وبعدين نوصل. ها نوصل. هانت. ما تنسيش انه في بيتك. عبير كل سنه وانت طيبه يا عبير. ميرسي. انا اسف. هاي. اهلا. ايه مفيش كل سنه وانت طيبه؟ ليه واحنا في راس السنه؟ راس السنه ايه؟ النهارده عيد ميلاد. هو انت ورايا؟ لا ده انا حتى جاي ومش عارف اني هشوفك هنا. جو يا نيلة. Don't say نيلة بليز يا بيو. ده ما يعرفش ان النهاردة عيد ميلادي. انت مش قلتيلي هاتوا بأي طريقة؟ هاجي وخلاص. علي انت مستني حد؟ انا متاسف على اللي حصل مني. ما تاخدش في بالك، انا نسيت خلاص. تحب اوصلك؟ ما انت واقف جنب عربيتي، تعالى اوصلك. يا لا معلش يا صوى، مش عايز اروح دلوقتي. انا حاسه انك عايز تقول حاجه، تعالى معايا وقول كل اللي جواك. انا عايز اسمعك يا علي. تحب النيل؟ ده الشيء الوحيد اللي بشكله همي وبيسمعني. أصله احنا أصحاب من زمان، من أول لحظة لقيت فيها نفسي وحيد. الحال من بعض. ما تتصورش أنا بتعذب قد إيه. ما بقاش عندي ثقة في أي حد. صعب إن الواحد يعيش لوحده من غير أهله وأصحابه. بس أنا بحب البعد عن الناس. أنا جيت أسمعك لقيت نفسي بشكيلك همي. بس كده أنا ارتحت، كأن أنا اللي فضفضت. خلاص حط همك على همي وشوف حد تاني يسمعك. ايه وقفت ليه؟ ايه تعبت.
لا ما بدخنش وما بحبش ابقى انا بشرب سجاير. هو ما حد قالك تحبني؟ عشان بتاع ده لكن باين عليه ضعيف قوي، ممكن تعرفني عليه؟ ما عنديش وقت للهزار السخيف بتاعك ده. يلا انا عندي تمرين مهم. حضر يلا معايا. يلا 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 لا 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 هم اللي جابوني. هم اللي جابوك؟ طب يلا مع السلامه. لا لا انا مش همشي غير لما تديني ميعاد وتيجي فيه. ايوه ايوه احنا جينا النهارده وهنجي لك بكره عشان نرفع من روحك المعنويه، مش هنسيبك ابدا. ويرفع من روحي المعنويه بكره ليه؟ ده احنا نرفعها دلوقتي. يلا نقعد بقى ونشجعه بقى على الشغل. فعرضك فعرضك اللي انت عاوزاه هننفذه. هنتقابل امتى؟ بكره. طيب لا ليه مش النهارده؟ اصل انا عايزه اقعد معاك براحتك، انا عندي تمرين مهم. خلاص بقى يا بيو، بكره بكره ده انت خايبه خرابه. طب خلاص انا موافقه، بس على شرط بكره الساعه 1 بالظبط قدام النادي، عارف لو ما جتش هنجي لك احنا هنا. طيب 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 مع السلامه بقى. يلا يلا يا جو. لا باي، انا قاعد انا مع حسين. ايه يا حسين؟ ايه بس نمشي. يلا خلاص انا اسف جدا يا كابتن. انا عايزك تفهم حاجه، انا عمري ما احب ابدا تمرين واوقفه. اتفضل نبدا من الاول. اشوفك كل يوم وانا برقص، اوعى ما توقفيش يوم. صحيح، ده انا كنت فاكر اني بدايمك. يبقى انت لسه ما عرفتنيش كويس. انا عايز اعرفك اكتر واكتر. قولي يا عبير، انت بتحبني؟ قوي قوي يا عبير. عشان اسمي زي اسم اختك؟ مش عارف، لكن انت بتساليني السؤال ده ليه؟ عشان علاقتنا بتجري بسرعه قوي يا علي. وفي حاجه اني احبك بسرعه؟ بالعكس، انا طول عمري بتمنى اقابل واحد زيك. متشكر قوي، بس انت بصي لسه ما شفتيش علي الحقيقي. علي اللي قدامك ده حته من علي. علي الحقيقي هتشوفيه ان شاء الله يوم ما اتلم على اخواتي. مش عارف ليه انا عندي امل كبير ان الاقيهم واعيش معاهم بيت عمري. طبعا طبعا ان شاء الله هتلاقيهم. يا ترى عبير بقى شكلها ايه؟ دي كانت دوده وحلوه زي القمر. اصلها شبه المرحوم ابويا ولا حسين، كان ابيض زيهم، تلاقيه دلوقتي اسمر من الشمس والشقاوه بتاعته. امال انت بقى شبه مين؟ انا بقى اختصرت المسافه وطلعت زي امي الله يرحمها. لكن عبير دي بقى. انت قلت لي قبل كده انها بيضه. مش قصدي، وانت بتضايق لما اجيب لك سيرتهم دي؟ لا ابدا، بس اصلك شاغل نفسك بيهم زاد على اللزوم. اهو كلام، مفيش قدامي غير الكلام. اتكلم يا علي، فتفت، انا مش متضايقه. انا عارف ان قلبك كبير، بس معلش استحمليني. أكيد بكرة هتغير، بس شوية شوية. أنت عارفة إنك أول بنت أكلمها. ما ده اللي بيساعدني. تحب نروح؟ زي ما يعجبك. أصل خايفة أتأخر على عم يوسف، بيقلق عليا أوي. يلا بينا. يا بنتي قفتيني، دي 10 مرات تسقيها الساعة في 5 دقايق، معقولة؟
والله بابا عليك يا حسين، اول واحد يخلي عبيس عيب مش على بعضها. ده انا اللي هخليه مش على بعض. وايه يا بيو بتحبيه؟ مش عارف اهو بصراحه كده نوع جديد شدني، بس تعرفي عليه تقل ياي يجنن يجنن. اه قبل ما انسى، انجي بعتها لك رساله بتقول ان البوفات هتبدا الاسبوع الجاي عشان حفله قرابت. سيبك منها، صاحبك فايده اهو. ما انا شايفاه من الصبح، طنشي ده جاي علينا يا ماما. عبير عبير تليفونك مشغول على طول، قلت اطمن عليكي. اصل برفع السماعه اطمن. هي الساعه كام دلوقتي؟ واحده. اخرتني يا اخي. بعد اذنك يا فايد، ما بحبوش عيونا. ها انا اسفه جدا يا حسين، اصل الطريق كان زحمه. ايه انا مش بكلمك؟ انا ما بحترمش اللي ما يحترمنيش. انا بحترمك. لو كنت احترمتني كنت جيت في ميعادك. ما قلت لك خلاص بقى اسفه. في حاجه كمان، اوعى تجيلي التدريب تاني مره، مفهوم؟ حاضر. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ انا عمري ما انزلت لحد كده. وانا عمري ما استنيت حد. طب خلاص خلاص اتحكي. عبير ممكن اخد من وقتك دقايق؟ اوف كورس. اصل انا واقع في مشكله وعاوزك تحلها لي. طب قول بسرعه. بسرعه. انا بحب يا بير. سيدي انت كمان عارف. صحيح عارفه؟ طب هي مين؟ سيدي طبعا. ولا في واحده تانية؟ ايوه في واحده تانية. اخت عليك يا جو بقى، بعد ما سوزي تحبك الحب ده كله جاي تقولي في واحده تانيه؟ مش بايدي يا بيره، مش بايدي. حاسبها وشايفها هي بتحب واحد تاني، والتاني ده انسان عزيز عليا قوي، ما اقدرش اقول له ابعد عنها. وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول لها هي كمان ما تحبيهوش. وما تقدرش تقولي سوزي انك ما بتحبهاش. الدنيا دي غريبه قوي، ممكن تلاقي واحد بيحب وما يتحبش، او يتحب وما يحبش. هو في الحالتين متخزن. في ناس كتير قوي متعذبين، في ناس كتير قوي كمان مجروحين. اوعى يا جو اوعى تجرح سوزي. الجرح بالحب صعب قوي. يعني انا مثلا ما اقدرش استحمل ابدا ان حسين ممكن يجرحني. عارف ليه؟ لان انا فعلا فيه بحب واتعلق بيه. ده انا اللي عندي مشكله. انا عاوزاك تساعدني ازاي احتفظ بحسين. انا؟ ايوه طبعا. هو فين غيرك يا جو؟ ده انت صاحبي الوحيد انت ورول. أنا ما عايش من غيركم أبدا. وكريم أنت أكتر واحد فاهمك. أيوه فاهمك، والله العظيم فاهمك. ما فيش حد في الدنيا دي يقدر يفهمك زيي. طيب ما تحلمش، أنت أكتر من أخويا. هشوفك بقى. ها؟ باي. أخوكي. بحس وأنت بتتكلم إنك أكبر بكتير من سنك. الزمن. الزمن كان قاسي عليا. بقالي 15 سنة وأكتر بدور على إخواتي. مش ملاحظ كل ما تيجي تقعد معايا تكلمني عن اخواتك؟ عمرك ما كلمتني عن نفسك او عني. ساعات بحس انك بتحبني لكن خايف. من ايه يا علي؟ اوعى تفتكر ان انا خايف. انت اجمل واحلى بنت في حياتي. انت اللي بتديني الامل يا عبير. امال ليه احساسك ده؟ الخوف جوايا من صغري. بخاف من بكره ومن الناس ومن الاقرب القربين ليا. مش هستريح الا لما الاقي اخواتي جنبي. وانا عليا استنى لحد ما تلاقي اخواتك. علي انا مش هضيع عمري معاك وانت بتدور على اخواتك. فوق العمر بيجري. اخواتك زمانهم عايشين ويمكن احسن منك ولا بيفكروا فيك. الزمن بينسي اي جرح. واكيد هنسى حبك. ضيعين ويا الزمان
ضيعنا الأماكن بندور على الأمان نلقاه لحظة لكن ضيعين ويا الزمان وضيعنا الأماكن بندور على الأمان نلقاه لحظة لكن ما كسبناش السنين بتدورنا حنين نكتب لو قلنا ننسى ازاي ننسى احنا مين نكتب لو قلنا ننسى ازاي ننسى احنا مين منك لو اهتميت بيها ما هي كمان محتاجة اللي ينسيها همومها واحزانها افرحوا يا ابني اتهنوا الدنيا ما بتدومش لحد ابدا يلا يا علي البس هدومك وروح لها يا ابني كده وكده زي ما انت عارف ها فاهم طبعا كده ليه اسمعي بقى انا وافقت اجي معاكي
لكن مش بالاسلوب ده. وبعدين اخر مره نيجي مكان زي ده مفهوم؟ ما تجمعش. اذا كنت مش عاوز تيجي انت حر، لكن مش من حقك انك تقرر بالجامعة. حسين استنى هنا، رايح فين؟ عيب كده مش قدام الناس. لما كنت بتكلم معاك تقف لحد ما خلص كلامي. انت بس حسين يا حسين. انا كنت جاي اقول لك ما تزعلش مني. كنت بتتخانق؟ ما خلاص بقت حياتك كلها خناقات وسقوط مستمر في الكليه. مفيش داعي الكلام ده دلوقتي. امال امتى؟ لما اشوفك كده خلصان قدامي. ودي مين دي؟ وانت من امتى بتسأل؟ طبعا اذا كنت بتعرف بنات بتسهر لحد دلوقتي في الشارع مع الشبان يبقى طبيعي لازم تضيع اكتر من كده. عبير استنى. استنى انا لسه ما خلصتش. يلا بينا. على فين؟ هعوضك كل اللي فات. انا اسف ما عنديش استعداد اضرب واحد مستهتر زيك. جاي لي سهران ومتعور. طب اروح. معلش ممكن تديني فرصه ثانيه يا كابتن؟ مفيش وقت. ارجوك انا هموت نفسي في التدريب، مش هفوت ولا ثانيه واحده. بس بشرط مفيش علاقات، مفيش سهر، في التزام كامل بالتدريب. هتموت روحك. حاضر. يلا روح سعيد.
الو، مساء الخير، ممكن اكلم الانسه عبير لو سمحتي؟ لا هي مش موجوده. تحب نقول لها حاجه ما تيجي؟ لا متشكر، انا هكلمها بعدين، شكرا. قال انه هيتصل تاني. طيب خلاص. حاجه غريبه غرابه، انت ليه عملتي كده؟ معرفش. يعني ايه معرفش؟ يو يا رولا، تعالي نخرج عشان احطق. طب وجوجو؟ جو، انت يا جو، انت يا ميلا. يلا امشي بقى، قوم روح بقى. اخيرا اخيرا هخرج من المقطع اللي انا فيه. يعني انا دلوقتي فري واقدر اكلم صحابي عادي. الا حسين. ليه بقى؟ ده صاحبي. معلش يا جو، الفترة دي بس عشاني بس. اوكي يا بيرو، باي باي يا جوجو. قومي قومي نازلين معاك. قومي. This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm going to do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. Because it's all about control. ايه هنفضل نلف كده كتير يا بنتي؟ عبريني قولي حاجه، هو انا قاعده جنب ابو الهول؟ يلا نروح. لا بقى انا مش على مزاجك، انا عاوز اسهر النهارده. ايه وقفتي ليه؟ انزلي قوي يا اولاد، تعرفوا ان مفيش احسن من الانبساط والبسمه. بس انا عايز اشتكي لك منه يا بابا. قولي يا عيون بابا وانا املص لك ودانه. مش عايز ياخد خطوه جديده في حياته، عرضت عليها من الشريط رفض. هو اي كلام يتقال؟ ازاي بس؟ ازاي يعني ايه؟ كل ما نهب وتدب معايا قرشين بيعمل شريط، انت اقل منهم. عارفه يعني ايه اعمل شريط؟ يعني بطل شغل في الكباريهات. ويعني؟ هو ايه اللي ويعني؟ الكباريه امشي مضمون. بكره لما تكبر والشريط تمشي هيبقى معاك فلوس اكتر ومركز احسن. ما تلحقنا يا عم يوسف. عبير عندها حق في كل اللي هي بتقوله، وانا معاها، ده مطرب وملحن موهوب. انت لازم تكبر نفسك بنفسك، ولا هتفضل محلك سر لما القطر يفوتك وتبقى زي اللي ما انتش عايز تبقى زيهم. انت مش عايز نشتغل تاني؟ طبعا لا، ويا ريت تبطلي من النهارده. يعني انت صحيح عيني مش عايزني ارقص تاني؟ بترقص غصب عني يا عبير، بس تعرفي بعد ما اتجوزك مفيش رقص تاني. وانا مش ممكن ارتبط بيك ابدا الا ما تبقى نجم كبير وشرايطك ماليه الدنيا. تاني حكايه الشرايط دي؟ ايه بقى يا علي؟ هو احنا لا نعيد نزيده؟ منين؟ منين يا عبير؟ فرجت يا علي، والفلوس جاهزه. ازاي؟ اتنين منتجين كبار كلموني عايزين شريط مدير. كلموني اسالهم في الموضوع ده. يا ما انت كريم يا رب. مين دول؟ انا وعم يوسف. واوعى تنسى الموضوع خلاص انتهى. بس انت جبت فلوس منين؟ انا بعت العربيه وعم يوسف باع العمار. لا لا يا عبير، انا مش ممكن اسمح بحاجه زي دي. علي الموضوع انتهى خلاص. لا علي، ما تخلاش تخسر كل حاجه، لا العربيه هترجع ولا العماره. انت املنا يا علي، ما تحرمناش من الامنيه دي يا علي. ما انا حي كل يوم. بس دلوقتي لقيت حد تاني ياخد مكانك. طب امشي؟ لا خليكي خليكي، بس ممكن تغيري اوان؟ طبعا شيء. Thank you.
علي انت صحيح تبوظ نفسك في التدريب لكن عقلك مش معاك. قول لي انت بتقابل عبير ليه؟ اتهانت مني انا وبابا. اهلا وسهلا، اتفضل. اي خدمه؟ انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير، بس ارجو انك تعتبرني صديق لحسين وصديق لحضرتك. طبعا. حسين بيمر بازمه في حياته. ازمه؟ ازمه ايه؟ في فجوه كبيره قوي بينك وبين حسين. انا بيني وبين ابني فجوه؟ بعدك عنه وعن ميوله سبب الفجوه، وده اللي مخليه مش عارف ينجح في حاجه ابدا. يعني انا السبب؟ شجعه، صاحبه، حاول تفهم بيفكر في ايه، بيحس بايه، وزي ما بتعالج الناس عالج ابنك، واكيد هنكسبه. انا اسف ان انا بتدخل في الخصوصيات، لكن انا بحب حسين وحاسس ان ده واجبي. حسين ما يعرفش حاجه عن مقابلتنا دي، وارجو برضو انه ما يعرفش حاجه. عن اذنك يا دكتور. ايوه مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع بخصوص حسين. اقدر اقابلك امتى؟ شد وسطك حسين، اسرع. اثبت نفسك الاول يا حسين، وانا اوعدك ان كل شيء هيتصلح. اثبتوا انتوا الاثنين وجودكم، واتاكدوا من حبكم. يلا يا بطل. موجودة. باي باي يا حسين. تفتكري عمروس اتأخر كده ليه؟ اتأخر ايه؟ ده كان هنا مسجل وراح يدور على عزة العود. وانا شفته؟ طبعا شفته وكلمته. يا خبر ابيض، قد كده انا سرحان ومش مركز. ده احساس بالمسؤولية زاد على اللزوم. لكن انت كنت عايز عم يوسف ليه؟ ابدا بحس معاه باطمئنان وبيشجعني. وما تنسيش ان انا داخل في مرحلة جديدة في حياتي. أنا وجودي معاكي يا علي مش كفاية؟ أنت بتقولي يا عبير طبعا كفاية، بس عمر وجود عم يوسف هيلغي وجودك. شوفي إيدي ساعة إزاي؟ ياه دي متلجة أوي، بس التكييف هو اللي متلجة. تفتكري؟ طبعا. اتفضل يا أستاذ علي، باشمهندس عايزك في الاستوديو. ليه؟ حاضر. ما تخافش يا علي، أنا معاك. شد حيلك. Thank you.
ان شاء الله تفوز بالبطوله. برافو حسين. حسين بيمر بازمه في حياته. في فجوه كبيره قوي بينك وبين حسين. بعدك عنه وعن ميوله سبب الفجوه. وده اللي مخليه مش عارف ينجح في حاجه ابدا. شجعه. صاحبه. حاول تفهم بيفكر في ايه؟ بيحس بايه؟ وزي ما بتعالج الناس، عالج ابنك. وأكيد هيكسب. يا حسين الآن؟ لا مش عايزك تخاف أبدا، لأن أنت شفته قبل كده بيلعب كتير وأنت أحسن منه 100 مرة. المهم تعالوا. أنا وماما هنتفرج عليه، عاوزينك ترفع راسنا. صحيح يا بابا؟ طبعا يا حبيبي طبعا. خد بالك من نفسك يا حبيبي. يلا يا ماما يلا. حسين اوعى تعور، اوعى الواد التاني ده يضربك جامد. ها اقول لك حاجه، اضربه انت بس. حاضر يا ماما حاضر. يلا يلا ربنا يخليك ولادي. يلا شجعوني. ها Thank you.
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الحمد لله ان احنا طمنا عليك يا بطل. بقول نستأذن احنا. خلاص اتفضل، مع السلامة. لا مش مع السلامة، احنا نستأذن. احنا مبروك البطولة. بقى تعمل ايه؟ اسكتي. لا انا مش هسيبك ابدا. مبروك يا بطل، ألف مبروك. ما تزعليش مني يا بنتي. لا العفو يا عمي، أنا الحقيقة كنت محتاجة أوي أسمع حاجة زي كده. حسين، في مذيعة جاية بالتلفزيون عايزة تعمل معاك انترفيو. ها جهز نفسك يلا، عبال ما أقول لها ادخلي جهز نفسك. طب تسمحوا لي أنا عشان عندي مرور. خليكي معايا يا بنتي. اتفضلي اتفضلي. أقول ألف مبروك ولا الحمد لله على السلامة؟ متشكر للاثنين، اتفضلي. انا مش هاخد من وقتك كتير، انا سالت الدكتور وقال لي ان انت هتخرج بعد يومين، عشان كده اتفقت مع المخرج ان احنا هنسجل معاك البرنامج على الهواء مباشره، ده بعد ما تخرج من المستشفى ان شاء الله اذا ما كانش عندك مال. لا ازاي؟ ده يسعدني. انتوا هتصوروه بقليل ودي كده؟ لا طبعا ان شاء الله هيكون خف. على فكرة احنا بنصور بعد فقرات البرنامج دلوقتي ومش فاضل غير الفقرة بتاعتك، فاحنا ضروري مستنيينك يوم الجمعة ان شاء الله الساعة 5 في استوديو 8. اتفقنا؟ اتفقنا. استأذن بقى عشان اتأخرت. شفتي وشك حلو عليا ازاي؟ لا مش بتضحك عليا. لا بجد، تتخطب الخميس ولا الجمعة؟ اتخطب لمين؟ وفي حد غيري عاوز يخطبك؟ ليه؟ هو انت عاوز تخطبني؟ لسه بدري يا حسين. الحقيقة ارتبط بيها بقى قبل ما ابقى نجم، مش هتعرف تكلميني. خلاص يبقى يوم الخميس بقى. لا هنخليها يوم الجمعة. يبايخ زي بعض، احقق لك رغبة موجودة. هكون عندك بعد ما اخلص البرنامج بعشر دقايق ان شاء الله. ايه ده؟ انا مش هشوفك لحد يوم الجمعة؟ لا ده الميعاد الرسمي، انما انا مش هسيبك ولا لحظة من دلوقتي. حمدان على السلامة يا بنتي. ازيك يا حبيبي؟ يا راجل وصلني خير، حصل حاجة؟ حاجات كتير خالص، أهم حاجة فيهم أنا خطبتي بكرة على حسين. لازم
مني ليه؟ مش مخطوبة ولا متزوج؟ اه؟ طب يلا ارجعي. العربية ايه؟ لا النهارده كله بتاع من الباب للباب. ايوه انت بقيت كده ليه؟ انت بتقعدي؟ اصل الموتوسيكل بتاعك كل كعبة جزمة. يا خبر اسود. طب يلا بينا نمشي. نمشي ايه النهارده خميس؟ خدك تركب تاني. بتعملي ايه انت؟ ايه؟ تعالى قعدني على الترابيزه وروحي التواليت اكسرها وتعالى. اتفضلي بالبساطه دي. ها يبقى نطلب عشاء واحد، ولما الشريط والدعاية ينزلوا نبقى نطلب عشايين. تطيب قوي يا عبير. ان شاء الله الشريط هينزل الاسبوع الجاي والدعاية هتبقى جميلة والدنيا هتبقى جميلة. هطلب لك عشايين ودلوقتي حالا. امين. عن عمرنا عن جدنا يا عمري يا ايامي من لحظة الميلاد قربنا الحياة بعد الزمن لزمن يخن احسن اغني اتعب اغني دايما بغني الدنيا دايرة غصب عني بداية ايه غير اني اغني الدنيا دايرة غصب عني في الضيق ايه غير النغمي. كابتن حسين راح فين ده؟ ارجوك الحقوا بسرعة كده انا ممكن اروح في داهية. عبير في ايه يا عبير مالك؟ عبير ممكن اكلم عبير لو سمحتي؟ عبير حسين. يا عبير عبير حسين ايوه حسين. عبير انا عندي مشوار مهم قوي لازم اعمله قبل ما اجيلي. حسين انا اخر شويه. احسن برضو. حسين في حاجة؟ ولا حاجة. طيب مع السلامة. عمي يا اخويا عشتيني عشتيني
جعان، تاكلي تشربي اجيب لك ولا حاجه، اجيب لك يا حسين. انا عاوز اقف حضنك، عاوز اقف حضنك. اجيب لك حاجه؟ لا دقيقه واحده. لا لا اقل من دقيقه، اقل من دقيقه يا حسين. ما تجيش عليك. اهلا وسهلا. انا عبير، انت مش عارفني؟ انا عبير اختك. عبير؟ عبير اختي. انا مش مصدق. الغربة فينا جوانا أو برانا فينا تنده علينا تجاوبها أيامنا الحزينة. الغربة فينا جوانا أو برانا فينا تنده علينا تجاوبها أيامنا الحزينة. يا حزن ليه ساكن ملامحي وبقي كأنك حتة مني؟ يا حزن ليه ساكن ملامحي وبقي كأنك حتة مني؟ الدنيا دايرة غصب عني في الدنيا ايه غير نغني؟ الدنيا دايرة غصب عني في الدنيا ايه غير نغني؟ تشاهدون أوربيت. تشاهدون اليوم